في فيديو بيوضح الصورة بشكل قوي حتى المشاهدين يكونوا شايفين بشكل اتفضل يا دكتور. ده هنا المفروض ان ده السيليكون قبل العملية دي التجهيزات دي الفتحة ودخل السيليكون. دخل السيليكون تمام كده. الفتح واضح ان هو من تحت من تحت زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الفتحة من تحت مع كبر الحجم هتلاحظ ان الجرح نفسه مش هيبقى باين. واحنا بنستخدم بعد كده الليزر. مش حضرتك خدت بالك حضرتك ان الجرح مش باين؟ باستخدام الليزر بعد كده بيقل وضوحه تماما، وبتبقى يعني المريضه بتبقى مبسوطه جدا، وبتبقى زي ما حضرتك قلت الاحساس طبيعي والملمس طبيعي والشكل طبيعي. طيب العمليه بتاخد وقت قد ايه يا دكتور؟ من 3 أرباع ساعة لساعة وربع. من 3 أرباع ساعة لساعة وربع. ممتاز. طيب دكتور، يعني زي ما حضرتك قلت بتشتغلوا على الجرح نفسه علشان ما يبانش مع الوقت، المده دي بتاخد قد ايه؟ مده العلاج يعني علاج الجرح هي بتبقى جلسات، هي طبعا بتختلف من شخص لاخر يعني، لان زي ما حضراتكم عارفين ان انواع الجلد مختلفه.